يلا نبدا في موقع وان فوتبول العالمي اللي اكد ان طبعا سانشو لاعب بروسيا دورتموند منفتح على العوده الى صفوف المان يونايتد، لكن في حال رحيل تنهاج عن تدريب الفريق. واشارت تقارير ان مانشستر يونايتد بالفعل يرغب في رحيل تنهاج عن تدريب الفريق، وبدا مفاوضات مع مدربين لخلافته، لكن امكانيه بقائه لموسم اخر ما زالت مطروحه. صن الانجليزيه اكدت ان اتلتيكو مدريد بيرغم في ضم لاعب خط الوسط نايف اكرد، لاعب طبعا وست هام الانجليزي، في صفقه قد تصل الى 20 مليون استرليني. اشار التقرير ان نادي رين الفرنسي يرغب ايضا في ضم اللاعب، لكن رغبه اللاعب يعني بيتمكنه في الانتقال الى اتلتيكو مدريد. شبكة دي أتلتيك الأسبانية قالت إن ريال مدريد بيرغب في تجديد أو تمديد تعاقد لوكا مودريتش لمدة موسم إضافي، لكن براتب أقل مما كان يتقاضاه مع الفريق. أشارت الشبكة العالمية أن اللاعب مودريتش موافق على تمديد التعاقد حتى حال تخفيض راتبه السنوي، خاصة أنه يرى أن المال ليس مهما مقابل مواصلة صناعة التاريخ مع الريال. مودريتش كمان حقيقة من اللعيبة المميزة جدا، عنده 6 ألقاب في دوري الأبطال. فوت ميركاتو الفرنسية أكدت أن وجود أزمة ما بين لاعبي باريس سان جيرمان وإدارة الفريق بسبب التخلف عن دفع مكافآت مالية خاصة بالتتويج بالعديد من البطولات. وصلت هذه المكافآت إلى 300,000 يورو لكل لاعب. أشار الموقع الفرنسي أن رئيس نادي باريس سان جيرمان لا يرغب في دفع تلك الأموال كعقاب للاعبين على النتائج المخيبة للآمال أوروبيا، لكن الأزمة ستظل مشتعلة، خاصة أن القائد ماركينوس أصبح المتحدث باسم اللاعبين للحصول على هذه المكافآت. إيطاليا توتو ماركاتو الإيطالية سلطت الضوء على اهتمام ميشيل بلاتيني. ميشيل بلاتيني طبعا اللاعب الأسطورة الفرنسية اهتم بناديه السابق اليوفنتوس وعن الوضع السيء اللي أصبح عليه الفريق، وأكد بلاتيني أن النادي الإيطالي عليه التركيز على أموره المالية في الفترة الحالية قبل التركيز على الجوانب الرياضية. تمنى بلاتيني أن يحذو اليوفنتوس الحقيقة حذو نادي بروسيا دورتموند خلال الفترة المقبلة. فاصل مع حضراتكم، بعد الفاصل ضيفنا ونجمنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي احمد مجدي في ضيافتنا، انتظرونا.